فراس اللي تجي من بن قريب. نعم. والشمس. نعم. مساء الخير، مرحبا لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تيفي من خلال البث المباشر. من المفروض انهم هاد الوليدات يعني يكونوا في الاقسام ديالهم، يعني يكونوا في الحجر الدراسية ديالهم، يكونوا ملتحقين بالدراسة ديالهم، وللاسف يعني في عوض انهم يضربوا 70 كيلومتر باش انهم ماشيين على الاقدام نحو ولاية جهة مراكش. اسفي كما تشاهدوا معنا في هاد اللحظات متتبعينا، يعني 70 كيلومتر هاد الوليدات ضربهم ماشيا على الاقدام من اجل المطالبه فقط بالحق في النقل المدرسي لغائب غائب كل غياب. وللاسف اليوم يعني حاضرين هما والاباء والاولياء يعني في هذا المكان امام وليد جهه مراكش اسفي، بعد ما تعثر عليهم ان التجاوب يعني مع السلطات بقياده وكندن وكذلك عماله اقليم الحوز وكل المسؤولين باقليم الحوز. اليوم ما لقوا الا فرصه او وسيله وحيده سوى انهم يجوا هنا الامام ولايه جهه مراكش اسفي باش انهم يوصلوا للصوت ديالهم، لانهم ما كاينش هاد الوليدات ما عندهمش النقل المدرسي باش يمشيو حتى للمدارس، المدارس اللي بعيده عليهم، بالاضافه ما كاينش طريق ما كاينش الريزو، يعني مجموعه ديال المشاكل اللي تيعاني منها. وللاسف هادشي اللي يدفع الى تساؤلات كثيره. اذا غادي نصادفوا خويا العزيز شي واحد يتبدا لي يتكلم ليا الله يستر عليكم، اذا غادي نصادفوا احد الممثلين عند هاد الدوار ومن بجماعته وكيمدن اقليم الحوز دائره تحنا في اقليم الحوز اللي قربنا من هاد المشاكل اللي تيعانيو منها هاد الناس. السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. جينا من دوار كومان جامعه اوكايم بن عملات اقليم الحوز. جامعه اقليم الحوز، اش اللي خلاكم تجيو تضربوا 70 كيلومتر من دوار يعني وتجيو كل شيء المسافه كلها باش ضربنا 70 كيلومتر من جامعه اوكايم بن وجينا للعماله وجينا عند السيد الوالي مره في مراكش ان شاء الله على قبل النقل ديال المدرسه للدراري وعلى قبل الطريق، ما عندناش الطريق وما كاينش الريزو. داكشي علاش جينا، جينا للعماله حتى واحد ما استقبلناش. اين عماله؟ عماله اقليم الحوز. نعم. مشينا وصلنا لتما، قعدنا تما تقريبا شي ثلاثه السوايع، ما هبطنا من تما حتى لواحد، عاد جينا لعند السيد الوالي في مراكش. يعني ما خرج حتى شي مسؤول تما ما تجاوب معكم؟ خارج واحد المسؤول واحد، داك السيد الناس اللي تيكونوا حدا الباب ديال العماله هما اللي خارجين. قلنا لهم السيد العامل، قال لكم السيد العامل بلادي واحد شويه واحد شويه، وجا عند سميتو الخليفه ديالنا قال لك غادي تهضروا مع السيد اسميتو رئيس الدائره. قلنا لي حنا جايين عند السيد العامل من عند جايين، ما جايينش الى بغينا سيد الرئيس اسميتو الى بغينا سيد الرئيس راه عرفنا فين كاين. حنا جينا عند السيد العامل وما استقبلوناش، وجايين عند دابا عند السيد الوالي مراكش. نعم، يعني شحال من عام انتم في هذه الحاله؟ حنا عامل ما محددش ما محددش الريزو كاع، ما عندناش حنا الريزو، ما عندكمش خصوصا ما عندناش حنا الريزو كاع نهائيا ابدا، ما عندناش الريزو. كتبغي المراه دابا تولد خصك تضرب تقريبا 700 متر ولا تضرب كيلومتر، عاد تهضر مع مول لومبيلونس وعاد العار واش جاي واش غيجيك هذاك مول لومبيلونس في هذيك التوقيت ولا ما يجيكش، يقدر ما يجيكش في هذيك التوقيت. ما شاء الله. وتنشوف الوليدات حتى هما جايين معاكم، الوليدات حتى هما راه خصهم يكونوا في المدرسه جايين معاكم حتى لمراكش. هذوك الدراري راه الزيار اللي جايبهم عند السيد الوالي مراكش. الزيار هذوك الدراري تيضربوا 8 كيلومتر اري روتو ديال الطريق، يعني 16 كيلومتر. والدراري دابا في الجبل ونزيدكم هذه الاختصاصه، وكاينين اللي كلاب في الطريق، كاينين اللي كلاب في الطريق اللي زيكي تيخرجوا العيال تيخرجوا دابا البنات كيخرجوا مع سته قول سته ونص تيخرجوا وكيضربوا على رجليهم وعلى البنات تيضربوا هذيك الطريق في الظلمه ومع الصباح بكري. يعني مع الصباح الا داخل مع الثمانيه، الا كان داخل مع الثمانيه خص يخرج مع الفجر. لا اله الا الله، خص يخرج مع الفجر، اللي عنده الموتور كيجيبوه بالموتور، اللي ما عندوش الموتور كيضرب مسكين الطريق. ما شاء الله.
وليداتكم مكرفصين وهادشي اللي تيدفع لهضره. هادشي اللي كيدفع لنا حنا المشكل ديالنا هما هادوك الدراري والطريق والريزو. هو المشكل الاساس ديالنا حنا عندك الريزو. عندك قلنا قلم مدرسي وعندك سميتو الطريق. نعم. وعلاش الجامعة ما موفرة لكم؟ الجامعة كرئيس الجامعة مشينا عنده شحال من مرة مشينا عنده تقريبا. مشينا عنده شي 6 مرات تقريبا عند رئيس الجامعة أوكاين بن صفاق الجون. أييه. مشينا عنده 3 مرات ولا 20,000 خطرة. أييه. على قبل الطريق هو اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وتيكذب علينا. ما شاء الله. يعني ما كاين والو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ناقل مدرسة مجهود. قال لك الطريق قال لك عندكم دابا 4 كيلومتر ونص قال لك ما يمكنش حنا ناقل مدرسة قال لك ندخلوا على البيست. نعم. البيست شكون اللي كيصاوبها؟ كتصاوبها الجماعة. كتصوبها الجماعه. يعني خصو هو اللي يدافع على يعني هو اللي غادي يدافع على المسؤوليه ديال المواطنين. كون كان رئيس الجامعه ما غاديش نسمح لنا هذا المشكل هذا. نعم. كون كان رئيس الجامعه غادي يمشي عند السيد القائد بقياده ستي فاطمه. غادي يجي عند السيد العامل يطلبوا راه دابا بقى لنا في رئيس الجامعه كيمشي عنده كاع ما كيهضرش معنا في التليفون باش نحيدوا حنا من هذا المشكل هذا. المشكل باش نحيدوا من هذا المشكل هو اللي كيتسبب في هذا المشكل هذا. يعني انت كرئيس الجامعه في الانتخابات قالت جي عندي صوتني ولكن تنصوت لك النهار الوقف عليك راه كتخوي عليا علاش اشنا هو ما قدرتيش على المسؤوليه ديال المواطنين خوي لواحد اخر. الله عايش الملك الله الوطن الملك صاحب الجلاله كلشي وفرنا الديوان الملكي كلشي المسائل تيضبط صاحب الجلاله داكشي اللي تيقول صاحب الجلاله تيخرج. عام العام كتخرج لنا كتخرج لهم بيلونس وكتخرج لنا قلم مدرسي فين مانيش عارف فين كيمشي هذا النقل المدرسي. حالات الطريق كي داير حالات الطريق؟ حالات الطريق هما مكرفصه حالات الطريق هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال رئيس الجامعه نقولها ونكررها ونعاود نكررها. هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال المواطنين. هو كرئيس الجامعه هو غادي يجي يشوف اشنو خصك. هو اللي يمشي للجهه هو اللي يمشي للجامعه رئيس الجامعه هذاك يعني هذاك مسؤول رئيس الجامعه مسؤول بالمواطنين. حنا كمواطنين كنمشيو عندهم المجلس حنا هذا المشكل هذا وحنا ضاربين الطريق والله كاع ما تقداو الدراري يضربوا الطريق راه 70 كيلومتر 140 كيلومتر يضربوا على رجليهم ماشي حرام انكم تضربوا 70 كيلومتر ايوا راه هذا الزمن حنا في النورمال ما عندناش حنا المشكل حنا مسؤولين يحلوا معاكم المشكل المسؤولين يحلوا معنا رئيس الجماعه هو اللي غادي يتحل معنا هذه المسؤوليه. حنا كنمشيو لدار الطالبه اما بافتخار كنمشيو حنا لدار الطالبه تنقول لهم بديت تقول لك هاد الدري كاع ما خرجت لهم المنحه اشنا هو المسؤول ما تخرج المنحه لهاد الدريري الاولويه ما عندهم ما كيعطيوهمش المنحه الاولويه لدوار كوامان عندك كنقول نسى واحد دوار كوامان جوج في سكليت هذوك حنا ما عندناش المنحه ديال الدراري كيدخلوا تما كيبغي يتغداو تيجريو عليهم علاش كان شي واحد عطي شي حاجه من جيبو كاع داكشي ديال صاحب الجلاله الله الوطن الملك الا كان شي واحد تيعطينا شي حاجه من هذيك الجماعه يقولوها لنا ما كنطلبوش شي حاجه حنا من غير القانون ديالنا ما كنطلبوش داكشي اللي تيقول صاحب الجلاله هو اللي بغى تتبقاه ترونسبور ما طلبناش لهم ترونسبور للجماعه من كتجي ابسط الشروط ابسط الشروط النقل المدرسي الطريق اشي تطلبوا انتم داكشي اللي كنطلبوا الريزو الريزو 2024 غادي مازال ما عندناش حنا الريزو راه حشومه عيب وعار عيب وعار 2024 هذه مازال ما عندناش الريزو واش عباد الله انت يكون عندك شي واحد مريض في الدار تعيط لومبيلونس وطلع الضرب 700 متر ولا الله كولوميت فين باقي هذه البلاد هذا ما فيهش الريزو اش من بلاصه باقي في هذه البلاد ما شاء الله راه صاحب الجلاله في التقرير ديالو في الزنزه راه كلشي غوت على الريزو غوت على الطرق نعود المسؤولين ما كاينش شي حاجه ما كانش رئيس الجماعه اللي باغي يجي يقول لك اودي هذا الشيء خاصكم راه غادي نطبقوه ما كاين والو لا اله ما كاين والو اكذب ما كاين شي واحد غير اللي كذوب غير كذوب اللي كاين والله العظيم الى البارح مشيت بيت نصاوب شي اوراق واحد الزياده عندي 11 اقسم لك يمينا الى 11 مازال تحلت الجماعه الجماعه 11 النهار مازال ما محلوله والناس راه كاينين في المركز ديال تيخفيست وشافوا سميتو 11 مازال ما حلو نعم لكن ما كاينش الموظفين بالجماعه لا كاين مازال ما تحلاش الجماعه مع 11 مازال ما تحلات لا اله الا الله الا بغيت شي واحد على شي حاجه على تقيدو يهزها ما شاء الله والله العظيم الا 11 مازال ما تحلات الجامعه اش ما كاينه شي جامعه دابا كاين شي عيد كاين شي كاين شي مناسبه كاين شي ما كاين حتى حاجه اش البارح البارح الاربعاء ضربت ليها الابرة البنت بغيت نزيدها باش تزاد الحاله المدنيه ما 11 مازال ما تحلات الجامعه ما شاء الله الله يلا كاين شي اداره الله يجزيك بها كاين شي اداره نسولك انت كاين شي اداره ما كتحل حتى 11 وجامعه ودابا الدري كيبغيو العقود الزياد ديال الدخول للمدرسه وكيبغيو الشواهد وكيبغيو اي حاجه كيبغيوها وانت ناعس ليا حتى 11 عاد جاي انت تحل لي هذيك الجماعه علاش؟ اشنا هو المسؤول رئيس الجماعه اللي كيتحمل المسؤوليه كاع من هادشي رئيس الجماعه اللي كيتحمل المسؤوليه هادشي حنا تنبغي الميساج يوصل السيد القائد السيد القائد بقياده اوريكا ويوصلنا سميتو رئيس الجماعه
والله يجزيك بخير. تحيه نعطيك الكلمه للدراري اللي تيمشيو للداخليه وكيمشيو للكوليج. دابا عندهم لي درو جر لي شي واحد في الولاد حيت هو راه كاين قانون، كاين قانون بقى حداه الله يستر عليك، بقى حداه الله يستر عليك. واحد واحد في الوليدات. زيد اولدي زيد اولدي، خلي حنا تنضربوا 4 كيلومتر ديال الطريق الا مشينا تنمشيو في الفجر. الا رجعنا ترجعوا تيكون الظلام وكاينين الكلاب في الطريق، وترجعوا تتعذبوا في الشتاء وترجعوا تنتسناو الى مشينا تنمشيو بكري، تنمشيو مع الفجر 4 كيلومتر تضربوها وتنضربوها الى رجعنا، وتنمشيو للداخل ما تيخليوناش. تيقولوا لينا ما عندكمش المنحه، تنمشيو ناكلو قالوا لي، تيقولوا لينا ما عندكمش المنحه، تنمشيو ناكلو قالوا لنا نرجعوا. ما عرفناش هما اللي تيحيدوا علينا وتيديروا على الاخرين، تيقولوا لينا ما عندكمش المنحه، تنمشيو ناكلو تيقولوا ما عندكمش المنحه. الا تعطلنا في الطريق تناكلو العصا في الاداره، تناكلو العصا في الاداره عادي عاد تندخلو. الا انا اش بتكون هاد الناس المسؤولين؟ اش بتقول هاد المباشر؟ وللاسف مجموعه ديال الساكنه ديال دوار قوامان جماعه اوكيمدن دائره تحنوت اقليم الحوز مع الوليدات، هاد الوليدات اللي كنا تنتظروا اننا نشوفهم في الاقسام الحجوريه، يعني يكونوا في الاقسام ديالهم، للاسف جايين 40 70 كيلومتر باش يطلبوا بالحق ديالهم في يعني في النقل المدرسي، في حين تنشوفوا هاد الحاله هاد الناس اللي تيعيشوه، وللاسف تدفع المجموعه ديال علامات استفهام كبيره، كيف يعقل انه لا يتم استقبال المواطنين بعمالة اقليم الحوز؟ يعني وجوا هاد الناس اللي يضربوا هاد المسافه كلها على الاقدام ديالهم على رجليهم. هكا وليدي هاجي هاجي وليدي زيد. السلام عليكم. بغيت نقول لك كنخرجوا من الزده، كنخرجوا في الصباح من مع الفجر، الا عندنا توقيت تما كنخرجوا من الفجر، كنهزوا 6 ديال المقرر ولا 12 ديال الدفاتر في الشكاره، كلشي داكشي كنديهم فوق ظهرنا، كنمشيو مع الخمسه كنوصلوا مع باش نوصلوا مع التوقيت ديريكت، واخا كانت الشتا واخا كنصبروا داكشي، ولا كنلقى الكلاب ملي كنلقى الكلاب كنتسناو شويه، كملي كنمشي كيقولوا لنا فين تعطلتوا، كنقول لهم الطريق راه عملناش الترونسبور، كيقول لنا العصا كيضربونا. كيضربوكم واخا عارفين هادشي اللي تعيشوه؟ واخا عارفين، كيقولوا لي شي حاجه كتقول لك الداخليه، الداخليه راه ما بغاوش يعطيو لنا المنحه. المنحه ما بغاوش، وكنهزو داك الكتب من الصباح حتى 6 ديال العشيه، يلاه كنرجعوا للدار، التمارين ما كنصوبهمش، علاش؟ حيت يلاه كتوصل كيود العشاء، كتعشى كتمشي تنعس. باش اودي ثاني باش الصباح. كاينين خرجوا من المدرسه؟ كاينين بزاف خرجوا من المدرسه بسبب ما كانش ترونسبور. ما شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين. شكرا لك اوليدي، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اذا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر الان، يعني وللاسف كانت كلمات صريحه ومباشره من خلال هذا البث المباشر على لسان ساكنه دوار قوامان يعني اقليم الحوز دائره تحنوت. اليوم هاد الناس هادو فقط يطالبوا بشيء واحد وواحد، وهو النقل المدرسي للوليدات هادو، بالاضافه يعني الريزو كذلك، يعني الطريق تعبيز الطريق باش انه يقدروا، لانه ما تلقوا مشاكل كبيره بالنسبه للمرض نقل المرضى ديالهم والمصابين بصفه عامه. فاليوم يعني هاد الناس هادو جاوا ضربوا 70 كيلومتر ماشيين على الاقدام من جماعه اوكيمدن، الناس يعرفوا جماعه اوكيمدن، نحو ولايه جهه مراكش اسفي، فقط للمطالبه بالحقوق ديالهم، الحقوق المشروعه الوطنيه يعني اللي مكفوله لهم يعني في الدستور. وللاسف واليوم تلقوا بانه ما كاينش شي تجاوب مع المسؤولين، للاسف انه المسؤول الاول على اقليم الحوز عامل اقليم الحوز يعني ما تيتجاوبش نهائيا مع المطالب المواطنين، وبالتالي يدفعهم انهم يمشوا هذه المسافه كلها هي ماشيين على الاقدام نحو يعني ولايه جهه مراكش اسفي. تنتمنى انها تكون الرساله وصلت. ما بقى لي نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه، الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.